الحلقة الخامسة والخمسون في تفسير جزء عامة تفسير سورة المعون. ما الهدف من السورة؟ أن تكون أمر بأن تكون ذا وجه واحد، اللي بتقوله هو اللي بتعمله، مش تقول كلام وترجع تعيد كلام تاني. فالدين قول وفعل وليس قول. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي لا يصدق بالجزاء من الثواب والعقاب؟ فليس المنكر فقط، أنت مفكر اللي يكذب بالدين هو اللي بينكر يوم القيامة فقط؟ لا، ده اللي فيه خمس علامات، يبقى أي علامة منهم بيكذب بالدين. طب إيه العلامات؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. الفاء دي اسمها الفاء الفصيحة. يعني إيه الفاء الفصيحة؟ يعني ما تلاقيها تعرف إن في فعل شرط محذوف تقديره، إذا إن أردت أن تعرفه اللي هو المكذب بالدين، فهو الذي فيه العلامات الآتية. العلامة الأولى من صفته أنه يدفع اليتيم، يدعو اليتيم يعني يدفع اليتيم، ويظلم الطفل الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، فلا يعطيه حقه ويدفعه دفعا عنيفا وإن ادعى الإيمان. طيب العلامة الثانية، ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يحث نفسه ولا غيره على طعام المسكين، على غيره أن من ذوي اليسار، ما بيحثش غيره من ذوي اليسار على إطعام المحتاج النفقة الواجبة. يعني تخيل من رأى رجلا لا يخرج طعام المسكين وما قالوش وحضه على إخراج الزكاة، الراجل ده لا يقوم باليوم الآخر. أما البقى لو هو نفسه ما طلعش فلوس الزكاة. العلامة الثالثة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دي العلامة الثالثة، العقاب الشديد والهلاك على هم من أهل الصلاة، اسمهم مصلين ولكنهم يلهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ثم لم يتم أركانها فقام إليها فنقرها، لا يطمئن ولا يخشع. قال تعالى، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. العلامة الرابعة، الذين يراؤون يفعلون الطاعة ليراها المؤمنون فيمدحنهم. عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. العلامة الخامسة، ويمنعون الماعون، يعني يمنعون الماعون الواجب. قال عكرمة، رأس الماعون زكاة المال، وأدناه أن كمنع ما يعان به الخلق وجوبا، كإنقاذ المضطر وخذلان المظلوم، وما يضطر منعه وما يضر منعه ولو متاع. عن عبد الله قال، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. هو محتاج الدلو دلوقت ومضروب ضرر بالغ، يبقى يجب تديها له بدل ما انت مش محتاجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. فلا يظن الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراج زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق أخرى وظروف طارئة. قال تعالى، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب من المستوى الثاني بقى، ما كان نزول سورة المعون؟ مكية، نزلت بعد سورة التكاثر. ترتيبها 107، عدد آياتها 7 آيات، عدد كلماتها 25 كلمة، عدد حروفها 125 حرفا. لماذا اختلف العلماء في كلمة يدعو؟ القسم الأول عبروا عن المعنى اللغوي، يدعو يعني يدفع اليتيم، وده قال ابن عباس ومجاهد. القسم الثاني عبر عن السياق فقالوا يظلم ويقهره، وده عن قتادة. والراجح نشمل المعنيين، بيقهروا وبيظلموا، ازاي بيزقوا ويطلعوا بر. طب ما الخلاف في تفسير كلمة المعون ولماذا اختلفوا وما الراجح؟ الخلاف في المعون، هل الزكاة وهي المنفعة الواجبة؟ ده أول قول، وبيه قال علي بن أبي طالب وقتادة. المعون عارية المتاع من الدلو والقدر ونحو ذلك، ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وسبب الخلاف ان الوارد عن السلف تفسيرهم امثله لهذا العموم، لان الايه جايه عامه والسلف بيحطوا امثله، والراجح ما نص عليه الطبري واولى الاقوال في ذلك عندنا بالصواب المعون هو ما وصفنا قبله، وكان الله قد اخبر به عن هؤلاء القوم انهم يمنعونه الناس خبرا عاما من غير ان يخص بشيء. كل ما يعين الناس ولو انت ما تدخوش هيضرهم، بقيت انت لا تؤمن باليوم الاخر. من الاحاديث الضعيفه في هذا الباب فعند ابن كثير ان في جهنم لواديا تستعيذ منه جهنم، حديث ضعيف. وعن ابي هريره كنت اصلي فدخل علي رجل فاعجبني ذلك، حديث ضعيف. عن مصعب قلت يا أبت يا أبت أرأيت قول تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، حديث ضعيف. وحديث قيس بن حفص الدرمي قال حدثني قرة ابن طعموس النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قالوا لا تمنعوا المعون، حديث ضعيف. وعن علي بن فلان النميري سمعت صيام المسلم أخو المسلم لقياه حياه ويرد ما هو خير منه ولا يمنع المعون، حديث ضعيف. كل دي حديث إيه؟ الخمس حديث دول إيه؟ ضعف. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.